صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 76 لسنه 2023 بتعيين مدير في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني وذلك بناء على عرض وزير الاسكان والتخطيط العمراني جاء فيه تعين السيده مريم احمد حسين حيدر مديرا لاداره الموارد البشريه في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني.